بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، صلى الله عليه وسلم. طيب، قسمي هذا الموسم هو قسم الثانية ابتدائي. اليوم الثالث من الدخول المدرسي، دخلنا الحد، الاثنين، ثلاثة. طيب، تنبيه صغير، كاين الناس اللي تستعجل تجري، كاين اللي يبداو في المرحلة المكتسبات، كاين اللي يبداو في الدروس. هي ما المفروض الخطأ كما كان الخطأ تاع الوزارة، كان ما المفروض يديرونا كما السنوات الماضية، ندخلوا بالثلاثاء ولا الأربعاء، تكون ثلاثاء أربعاء خميس استقبال وتحضير مع الويكاند، والحد الإنسان يبدأ في فترة تمهيدية ولا فترة تثبيت المكتسبات كما الثانية، ولا يبدأ في التقويم التشخيصي ولا في الدروس. المهم، حبيت ننبه على شيء. الفريق التربوي إذا نسبوا في مدرسة ابتدائية، الأقسام تاع الثانية مثلا، أقسام تاع الثانية يكونوا كاينين ثلاثة، من المفروض يبداو كيف، ماشي واحد يبدا البارح، واحد يبدا غدوة، واحد يبدا الأسبوع الجاي. نحاولوا نكونوا إخوة ونبداو في فريق واحد، واللي ما فهمش حاجة يسقسي خوه، واللي تكون عنده وسيلة يسلفها لخوه، ماشي واحد يبدا بالاثنين، واحد يبدا بالثلاثة، واحد يبدا بالحد. نحاولوا نخدموا في انسجام ونحاولوا تنسيق، هذا هو اللي راه مفقود في المدارس، التنسيق بين الأساتذة وروح التآخي، هذه المفقودة في الابتدائي، هذه اللي راهي ما كاش في الابتدائي. كل واحد يبغي يخدم وحده، وكل واحد يبغي ما يسقسيش، وكل واحد حاسد واحد، وكل ما يش عارف عليه. حبيت ننبه اللي عندهم هذا التنسيق في المدرسة في المدارس يخدموا أفواج تاع السنة الأولى كامل يبداو كيف، الأفواج تاع الثانية يبداو كامل كيف، وبلا شك دوامين، واحد على 8 وواحد على 10. الوسائل اللي خدم بهم على 8 يخليهم الأستاذ تاعو على 10، ويبداو في نسق واحد وفي جروب واحد. أمر آخر، لا داعي للاستعجال، قلنا من الأفضل عدم الاستعجال. عندنا 3 أيام من يدخلنا، كاين اللي راهم يديروا في الدروس، وكاين اللي راهم يبداو في مرحلة تثبيت المكتسبات، خاصة الطور الأول. تلميذ كان 3 أشهر ما قراش، ما تبدالوش في الدروس مباشرة. هذا الأيام، الأيام تاع استقبال، ما زلنا في أيام استقبال التلاميذ، هذا الأسبوع كامل من المفروض يفوت كامل استقبال التلاميذ والتجهيزات والتحضيرات. وزيد على ذلك مازالوا التحويلات، انا لحد الان مازالوا تلميذي يروح وتلميذي يجي. انا كنت على 8 وليت على 10، كاين اللي ما ساعدتهمش على 10، كاين اللي راه يبدل على جال 8، وكاين اللي راه يجوا جدد. زيد مازالوا التحويلات الولائيه مازالوا كيدخلوا التلاميذ الاور ولايه، لذلك تضبط الامور مليح، تضبط القائمه تاع التلاميذ مليح، تضبط كذلك بعض الامور اللي مازالت ماهيش باينه حتى يشرحها المفتش. على سبيل المثال، الحصه الثالثه تاع التربيه الفنيه ما على بالناش واش نديروا فيها، حصه الالعاب الرياضيه نربطوها مع الرياضيات ما نربطوهاش، كاين امور اللي تحتاج الى نضبطوا هذا الامور، نضبطوا كراريس القسم، نضبطوا لابابراس الوثائق التربويه، وكاين نطلقوا كامل مع بعض. طيب، بالنسبه للناس اللي يحطوا في الصفحات، كاين اللي حاب يسابق يحط هو الاول، يبغي كاين اللي يبداو نهار الحد في مرحلة تثبيت المكتسبات، من باب أنه أنا نحط الأول به كامل يتبعوني، هذا لا ينبغي. من المفروض نشوفوا مصلحة التلميذ، التلميذ عنده 3 أشهر ما قراش، هذا الأسبوع كامل استقبال، نخلوه يرتاح ويوالف المدرسة، يوالف القسم، يوالف الأستاذ، الأسبوع المقبل أبدأ في مرحلة تثبيت، بالنسبة للقسم تاعي الثانية ابتدائي، الحد المقبل أبدأ في مرحلة تثبيت المكتسبات، والعام طويل، مازال الوقت، وخدم غير في غرضك، وشوف مصلحة التلميذ. وكما قلت، الفريق نبداو كامل مع بعض، واحد قال لي نبدا بالثلاثه مرحله تثبيت المكتسبات، واحد قال لي خليها للحد، واحد بدا بالاثنين البارح، كاين اللي بداها بالحد، خلوطه. من المفروض الانطلاق في مثل هذه المراحل والدروس يكون كامل مع بعض، يكون ديكالا، صح ديكالا تاع نهار يومين، ماشي اسبوعين، ولا داعي للاستعجال، امشي ابتي مع التلميذ، ابتي تحصيل هو الصح. وكما قلت، التنسيق، نسقوا مع بعضكم البعض، حاولوا تخلقوا روح الاخوه، روح الفريق في كل مدرسه. واللي تشوفوه متمكن، هذا سي با دوني اتول موند، مش سي با دوني اتول موند، هذا الامور تاع اللي يعرف ويسابق ويجيب ويجتهد، هذه مش كلمه الناس، اللي تسيبوه مجتهد وحريص، ما يستناش المدير يعطي له المعلومه، وما يستناش المفتش يعطي له المعلومه، وما يستناش الاستاذ المكون يعطي له المعلومه، هو وحده يجتهد، هو يجيب المنشورات الوزاريه، هو يجيب الوسائل، هو اللي يجتهد. هذا ديروه، هو اللي يوجهكم،
هو اللي يوجه واحد في كل مدرسة. أمر هذا مليح يكون واحد قائد، واحد نمشو موراه، مليح علينا بنكونوا قوة واحدة. غدوة من غدوة يولي عندنا مشكل ولا واحد يمثلنا واحد يهضر، اللي تشوفوه قادر وقائد ويقدر يقدر، ديروا في كل مدرسة واحد نمشوا معاه، فالطور الأول واحد، الطور الثاني واحد، ونمشوا كامل الجروب. ماشي واحد يهدر من واحد يهدر من، بعد يجي المفتش ثاني يزيد يهدر هدرة، المدير يهدر هدرة. في الابتدائي تنقصنا الوحدة، التنسيق والفريق التربوي راه مفقود في الابتدائي. بارك الله لي ولكم، ودائما كما قلت دائما نراعوا مصلحة التلميذ، نشوفوا مصلحة التلميذ ونقدموا ما يخرج على التلميذ. بارك الله لي ولكم. اللي عنده سؤال استفساري خليه لي في التعليقات، وانا كما قلت لكم هذا الاسبوع كامل استقبال وتجهيزات وتحضير الكراريس، لحد المقبل نبدا في مرحله تثبيت المكتسبات لتلاميذي الثانيه ابتدائي، وانا ما نسرعش، نمشي بتي ابتي. التلميذ يفهم لي اشياء بسيطه ويستوعبها، يستوعبها مليح ونعرفه بلي راه مليح، خير ملي نكمل البرنامج وهو ما يفرقش بين الالف والهمزه. بارك الله لي ولكم، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.